الاعتبار اللي هو الأول هو مواصلة التمشي في اختيار شخصية معاصرة، والاعتبار الثاني هو تكريم المرأة في المجال العلمي والمجال الصحي. هي ترجع لتونس في أوائل الثلاثينات 36 وتنتصب كطبيبة، وكانت أول طبيبة تونسية شمال أفريقية وعربية تنتصب لممارسة المهنة هذه، ثم تفتح عيادتها لكل من هب ودب بالأثرياء والقلالة توانسة وغير توانسة، نساء ورجال، وعاونت وعرف عليها القلب الكبير. ثم تواصل مشوارها حتى لآخر لحظة من حياتها في محبة مهنتها ومحبة بلادها. وهذه الفكرة من شأنها أن يدعم جهود الأطباء في محاربتهم الفيروس كورونا، وإن شاء الله برشا ينزلوا على منوالها.